في الوقت اللي العالم كله بيحاول يتخذ قرارات تقشفية للإقلال والتقليل من الإنفاق المحلي، يعني العالم كله أصابه الأزمة وأصابت الاقتصاد، الدول قفلت حدودها، كساد عالمي في الاقتصاد، هبوط كبير جدا في أسعار البترول والنفط. بدأت مصر تعلن لأول مرة عن تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ مصر. أعلن قبل أيام وزير المالية محمد معيط عن أكبر موازنة في تاريخ الدولة المصرية، واللي بلغت 2.2 تريليون جنيه مصري. تتخيل، أو لك أن تتخيل، في الوقت اللي العالم كله بيحاول يقلل الإنفاق ويقلل المصروفات على كافة القطاعات، لأن ناس عندها أزمة، الاقتصاد واقف والمصانع واقفة، مفيش تجارة، مفيش سياحة، مفيش أي حاجة، تطلع مصر بأكبر موازنة في تاريخ الدولة المصرية، 2.2 تريليون جنيه، ودي موازنة 2021 واللي أقرها البرلمان المصري قبل أيام. يعني قالوا إن في 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، يعني بزيادة عن السنة اللي فاتت تقريبا 138.6 مليار جنيه من عن موازنة 2019، ده على حسب ما جه على البيان الرسمي لوزارة المالية المصرية. في الوقت نفسه أعلن البنك المركزي المصري إن احتياطي النقد الأجنبي في مصر في نهاية مايو نقص مليار دولار، يعني بقى عندنا الاحتياطي النقدي 36 مليار دولار فقط، يعني تقريبا نقص خلال الشهرين اللي فاتوا 10 مليار دولار. لحد هنا والناس بتتكلم عن هذه الموازنة، الناس بتسأل طيب انت هتجيب منين دخل، هتجيب منين موارد، هتجيب منين عملة صعبة عشان تمول هذه الموازنة؟ هل هتعتمد على جيوب المواطنين مرة تانية، اما عن طريق الضرائب او رفع الدعم عن السلع الاساسية او زيادة الاسعار، ولا انت عندك دخل تاني؟ بدأ الكلام بقى عن مشروع، واحد من اهم مشروعات عبد الفتاح السيسي وانظامه بزعمهم طبعا، هو مشروع قناة السويس. مشروع قناة السويس الجديدة واللي اعتبره عبد الفتاح السيسي ونظامه مشروع القرن. السيسي قبل سنوات قال لنا ان المشروع هينقل مصر لمكانة تانية خالص وهيودينا في حتة تانية خالص، خصوصا ان بعد 6 أيام تقريبا او اقل من 6 أيام وعد عبد الفتاح السيسي للمصريين شوفوا مصر بقت فين يوم 30/6/2020. يبدو ان الوعد ده هيتحقق بمزيد من الضرائب ومزيد من الاستدانات ومزيد من الزيادة في اسعار السلع الاساسية والرئيسية. يعني بالحديث عن قناة السويس، بعض المحللين والباحثين في المجال الاقتصادي بيقولوا لنا ان تقريبا 25,000 موظف شغالين في قناة السويس انفقوا او بينفقوا سنويا اكتر من مليون، يعني اكتر من اللي بينفقوا مليون موظف في وزارة التعليم المصري. مقال بعنوان المال الضائع، اين تذهب اموال قناة السويس وبقية الإيرادات. باتت أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد لغزا كبيرا لكل المحللين الاقتصاديين، حيث استمر الإصرار الحكومي في الاعتماد على الجباية الضريبية والمبالغة في تحصيلها والقفز على أثار جائحة كورونا والتي تسببت في توقف القطاع السياحي وقطاع الطيران وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتباطؤ قطاع التشييد والبناء. حط عليهم كمان قرار الحكومة الأخير بإيقاف التراخيص لمدة 6 أشهر، موضوع لم تراعي فيه الحكومة إن قطاع التشييد أو قطاع البناء في مصر يعني يساهم بما يقارب 5 معدل النمو في البلاد، وأنه يتشابك مع أكثر من 80 صناعة أخرى تتوقف على نشاطه وتوسعه.